يا شوية ده انت حاطة التومية جنب كيكة الكروكون؟ مش انت قلت يا طمورة ان التلاجة ال جي دي مش بتخلي الاكل يكرف؟ ايوة ما انتي مش فاهمة يكرف؟ هو باكو معسل؟ يا بنتي قلتلك مليون مرة انها بالجرين اين تكنولوجي فيسفولوجي الشوائية يعني بتعزل الروائح فعلا مش بيكرف اه؟ ولا حاجة تلاجة ال جي بالجرين اين تكنولوجي بتعزل روائح الاكل وتحافظ عليه طازة عارفة طمورة؟ الواحد محتاج بعد الطيقة دي حاجة حرشة كده عشان يبقى سويت اند شاور شاور؟ انت فعلا محتاجة شاور ال جي الكل اتفق عليه